مشاهدينا الكرام، كشف معهد قطر لبحوث الحوسبة عن تصميم منصة تحمل اسم تنبيه، مهمتها كشف الأخبار المزيفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى تطبيق متعدد اللغات لمساعدة المصابين بأعراض الفيروس. وللحديث عن هذا التطبيق يسعدنا استضافة الدكتور كريم محمد درويش، رئيس فريق علماء تقنيات اللغة العربية معهد قطر لبحوث الحوسبة جامعة حمد بن خليفة. بداية يعني دكتور كريم، يعني مثل هذه المبادرة، مثل هذا يعني الشيء الجميل الذي يطبق في وقته، يعني من أين أتت الفكرة هذه وكيف رأيتم انعكاسها على المجتمع والناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. الله يحييك. هي فكرة رصد الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام الطبيعية اللي هي المعتادة. هي الفكرة بدأت أصلا من إحنا بدأنا في هذا المشروع من بضع سنين لكثرة الأخبار الشائعات، خاصة مع التغيرات السياسية التي بدرت في الولايات المتحدة. صحيح. مع انتخاب دونالد ترامب من حوالي 3 سنوات تقريبا، وبعدين مع دخول مشكلة جائحة الكورونا، فالأخبار الزائفة برضو انتشرت بشكل كبير. فكان في طلب حتى من وزارة الصحة العامة في قطر للتعاون معها في أن احنا نرصد الأخبار الزائفة والإشاعات الموجودة. ممتاز. نعم دكتور، يعني الله يعطيكم العافية على هذا العمل. بس لو نتكلم عن طريقة هذه المنصة أو تنبيه، هل هو برنامج يعني أبليكيشن أنزله أنا في الموبايل، ممكن أدخل من خلال المعلومات اللي تصلني ومن ثم أتأكد هل هي يعني إشاعة، هل هي حقيقة؟ نعم، هي التطبيقات اللي هي سواء تنبيه أو في عندنا تطبيق آخر اسمه صقر، والاثنان يعملان سوية. ممتاز. أحدهما متخصص في رصد وسائل التواصل الاجتماعي، والآخر متخصص في رصد الإعلام المرئي أو المكتوب على الإنترنت. هذه المنصات ليست متاحة للعامة، في يعني هي أساسا يعني تصنع للمتخذ القرار، بحيث أنهم يستطيعوا من خلال هذه المنصات متابعة كم هائل جدا من المقالات الإخبارية أو التحقيقات الإعلامية أو التغريدات من على موقع تويتر وما شابه. فهي ليست للمستهلك الأخير، ولكنها للمتخصصين الباحثين ولمتخذ القرار. فعلى مثلا على سبيل المثال، تقوم مثلا المنصة الجزء اللي هو الخاص برصد وسائل التواصل الاجتماعي بجمع بدون مبالغة الملايين من التغريدات يوميا وتصنيفها لتعرف إذا كان مثلا تستخدم كلمات عدائية، نوعية الحسابات التي تأتي منها، هل هي تأتي مثلا من ذباب إلكتروني أم من حسابات موثوقة إلى غير ذلك، وتنظر أيضا إلى اللغة التي تستخدم في التغريدات. يعني هي تعمل فلترة دكتور تقريبا. أيوة تعمل، نعم، فلترة، فيستطيع المستخدم أن هو ينظر إلى يعني يعاين الكم الهائل جدا من التغريدات في موضوع معين، ثم يستطيع فلترتها من حيث المصدر إذا كانت من مصدر موثوق، إذا كانت اللغة التي تستخدم فيها لغة عدائية، حتى نستطيع فلترة أشياء مثلا أي لهجة تستخدم في هذه التغريدات، هل هي لهجة من بلد معين أم هي بحسابات تستخدم مثلا اللغة العربية الفصحى. فهناك الكثير من الفلاتر التي ممكن نستطيع أن نعملها فوق هذه التغريدات لنتعرف على الأشياء التي قد تحوي أشياء ضارة للمجتمع. طيب دكتور، شو ممكن لهذه المنصة أنها تدعم الإجراءات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 التي تجد حاليا في دولة قطر؟ هذه المنصة كما ذكرت هي أحد الأشياء التي نعمل عليها حاليا، وفيها يعني هي هذه مناط اهتمام من وزارة الصحة العامة، هي رصد الشائعات. مثلا على سبيل المثال، سمعنا عن الخبر الذي انتشر عن إيران التي قيل أن بعض الناس شربوا الخمر ظنا منهم أنها تعافي من الكورونا، وفي بعض البلاد الأخرى انتشر بعض الشائعات أن التدخين يقي من الكورونا.
وفي بعض الدول الأخرى انتشر يعني إيه إن شرب يعني أجلكم الله شرب بول البقر يعفي يعني يقي من الكورونا إلى غير ذلك. فعندما يتعرف صاحب يعني الذي متخذ القرار إلى بعض الأشياء التي قد يقع فيها الناس ويتخيل أنها ممكن تساعده أو ممكن تقيه من المشاكل المنوطة بالمرض، فيستطيع أن هو يوظف المنصات الإعلامية بحيث أن هو يعني يصل تصل الرسالة الصحيحة للمواطنين وللمقيمين أن هذا فيه شفاء وهذا ليس فيه شفاء، أو هذا الإجراء صحيح أو هذا الإجراء يكون مضر إلى غير ذلك. جميل. هذا طبعا بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى التي نعمل عليها لنساعد برضو متخذ القرار في أنهم يستطيعوا أن هو يعني يعملوا يعني يقيموا الوضع الحالي وتأثير مثلا إجراءات التباعد الاجتماعي لغير ذلك، وهذا طبعا أشياء مختلفة عن المنصة التي نتكلم عنها الآن. جميل. طيب دكتور كريم، أنت الآن ذكرت أن تقومون بفلترة ملايين التغريدات يوميا والنظر في العبارات مثلا الغير لائقة أو مثلا الغير صحيحة أو الأرقام أو المصادر. طيب هل تقومون أيضا بالإبلاغ مثلا عن تغريدات معينة، حسابات معينة، معلومات مغلوطة للجهات المعنية كذلك؟ يعني هل تقومون بعمل مثلا متابعة وإرسال يعني تغذية راجعة، لأن بدل ما نقول فيدباك تغذية راجعة لوزارة الصحة مثلا؟ نعم، نقوم بكتابة التقارير بصفة شبه مستمرة لنطلعهم على آخر الشائعات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ونوعية أحيانا يعني الأمور يعني لا تتعلق فقط بالناحية الصحية، ولكن بعض الناس للأسف مثلا يستغلون هذه الفترة إنهم يعني يقومون ببعض الهجمات الإلكترونية بحيث إنه يستغلوا خوف الناس من الأوضاع الحالية. أنا أقصد عفوا دكتور كريم، نعم، إذا مثلا كان هناك حساب معين بمتابعتكم الدائمة هذا الحساب ينشر شائعات مثلا أو أكاذيب أو مثلا أخبار غير صحيحة، هل أنتم جهة تقوم بإرسال مثلا هذا الحساب للجهات المعنية أن مثلا هناك حسابات معينة بالأسماء الفلانية تقوم بكذا، أم فقط تقوم بس فقط بفلترة الأخبار؟ نحن نقوم فقط بفلترة الأخبار. جميل. جميل. بحيث أنه نعطيهم نقول ذكر في وسائل التواصل الاجتماعي كذا وكذا وكذا، ونعطي حتى أمثلة من التغريدات التي ذكرت هذه المعلومات المغلوطة ونحيلها للوزارة أو الوزارات المعنية، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يتخذوا إجراء بعد ذلك فهذا أمر يرجع لهم، ولكن نحن لسنا جهة يعني تنفيذية من أي نوع. نعم. لا هو يعني يقصد عبد الرحمن يعني من باب المشاركة في مثل بعض التغريدات الخاطئة والتي تسيء أو تنشر الشائعات. طيب تمام. هل قاعدة البيانات تتسع لملايين التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أيضا هل هناك نظام حماية على هذا البرنامج؟ هل هو مؤمن من الاختراق؟ نعم، هو هذا كما ذكرت، هذا هذه المنصة غير يعني جزء منها متاح للعامة وجزء منها غير متاح للعامة. فالجزء اللي هو يعني الذي يجمع التغريدات بكميات هائلة، يعني عندنا السعة الاستيعابية للتغريدات بالمليارات، يعني نستطيع أن نجمع يعني تغريدات لمدة عدة سنين دون توقف، فليس عندنا مشكلة في من ناحية يعني عندنا فريق متخصص من المهندسين الذين قاموا بتطوير المنصة بشكل رائع صراحة. أما بالنسبة للتأمين فهي غير متاحة، يعني الجزء اللي هو تصل منه إلى ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي والجمع بين هذه الأشياء، فهذه دائما من وراء ما يسمى مثلا فاير وول أو طرق الذي يجب أن تدخل كلمات سر بحيث أنها تتخطى وتدخل على إلى الموقع. متى راح يتم استخدام الموقع دكتور كريم؟ أو هل بدأ استخدامه؟ هو بدأ فعلا في الاستخدام، يعني نحن يعني في بعض الجهات تستخدم الـ هذه المنصة بشكل شبه يومي الآن. وكيف كانت النتائج؟ إيجابية؟ إيجابية جدا الحمد لله، يعني جميل. يعني عندما تعرف أن النتائج إيجابية عندما يرجع لك الطرف الآخر ويقول هل تستطيع أن تطور هذا الشيء أو صحيح. نعم. طيب. إذن كان معنا الدكتور كريم محمد درويش رئيس فريق علماء تقنية اللغة العربية معهد قطر لبحوث الحوسبة جامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والإضافة، ونتمنى لكم التوفيق. وهذا من الأشياء الجميلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام
أن تكون مثلا الجهات الأكاديمية أو المؤسسات تدعم أيضا جهد وزارة الصحة التي يعني هي حائط وسد منيع أمام هذا الوباء، فالكل يعني يتعاضد والكل يتشارك فيما يستطيع بتقديم التقنية التي يمتلكها للمشاركة في يعني الحد من انتشار هذا الوباء. لا بس هذا البرنامج ممتاز عبد الرحمن، يعني هذا يفلتر جميع المعلومات والتغريدات حول العالم ويعطيك التغريدة الصحيحة أو المعلومة الصحيحة من خلال هذه الفلترة، واجمع هذا مثلا واجمع المعلومات مع حساب الرسمي تبع المؤسسة الإعلام، ومنها يتم التقييم مثل ما ذكر بعد مع تجي درجات يعني أحد يفلتر. وإحنا قلنا هدفنا دائما الحد من انتشار الشائعات ومثل الأكاذيب أو حتى المعلومات المغلوطة، ومثل ما ذكر بأن هذه المعلومات اللي كانت تجينا من برا بأن مغلوطة بخصوص انتشار المرض أو حتى الشفاء منه، فهم أيضا يصححون لنا هذه المعلومات، وإحنا من برنامج مسابر الاجتماعية دائما نوصل لكم المعلومة إن شاء الله لتكون صحيحة ورسمية. إذن مشاهدينا ومتابعينا ننتقل معكم إلى فاصل قصير ولنعوده.